بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا السماء فكانت أبوابا وفيها